نهار مع ستار هو برنامجكم الجديد اللي يخليكم تعرفوا أكثر على حياة أخرى واللي ما كتعرفوهاش على بعض الشخصيات المعروفة بالمغرب. بزاف ناس اللي قالوا لي رسمتي منال. هذا الماتش مع أولمبيك آسيك وسجلت فيه هدف. حياتهم اليومية وأسرارهم الخاصة غادي نرصدوها جميع من خلال هذا البرنامج واللي غيجمعنا مرتين كل شهر. كونوا في الموعد على قناتكم شوف تيفي.